بنتي انا مش قلتلك تريحي من الشغل وانتي حامل؟ مش هعرف اقعد في البيت يا دلال، وبعدين كده كده شغلي بقى قليل. مالك في ايه؟ فيش، دايخه شويه ومعدتي مقلوبه. ايه حامل يا دلال؟ غالبا. انت بتهزري؟ حامل؟ لسه مش متاكده. تاني يا ماما؟ تاني؟ ما تعلمتيش اي حاجه من اللي حصلك قبل كده؟ تاني وفي وسط كل اللي انا فيه ده؟ ما هو انا لسه مش عارفه، بس يعني انا بس اهدي عليا كده نقعد نتكلم. نتكلم في ايه؟ انت مش عيله صغيره عندها 16 سنه عشان ده يحصل وهي مش واخده بالها. ما كانش بتخطط له والله يا فرح. بالغلط. بالغلط؟ لا، هو اللي انا فيه هو اللي بالغلط، لكن انت كنت بتفكري في ايه طيب؟ يعني عايزه ايه؟ عايزه نربي عيالنا انا وانت مع بعض؟ والله يا فرح كان بالغلط. ايا كان ايا كان، كان لازم تبقي مسؤوله اكتر من كده وتفكري الف مره قبل ما ده يحصل، عشان يا دلال. نادين، الفيديو بتاعك اتسرب ومش انا اللي سربته، ده اكيد رامز. لا مش رامز، انا اللي سربته. انت ازاي يعني؟ مش فاهم. كارت في ايده كان بيلعب بيه، قلت احرقه قبل ما هو يستخدمه. كارت ايه بس اللي تحرقيه؟ انت كده بتحرقي نفسك. مجلس الاداره اصلا مش عايز يربط سمعه الاوتيل بعيله وهدان، هيربطوا بفضيحه زي دي؟ لا طبعا، هم هيربطوا سمعتهم بقد ايه هم شجعان وبيدافعوا عني وعن حياتي الشخصيه. انا عامله اجتماع معاهم كمان شويه، هحكي لهم فيه كل حاجه واخليهم يمضوا على بيان رسمي ان هم مالهمش اي علاقه بحياتي الشخصيه. هو انت مقتنعه باللي انت بتقوليه ده؟ ازاي اصلا هتقنعيهم بالكلام ده؟ لا مش انا اللي هقنعها، انت. انا انت اتجننتي بقى خالص. ده في مصلحه الاوتيل، انا وانت اخيرا هنبقى جبهه واحده. انت انقذتني ان انا اخسر 1,000,000 جنيه في وقت الاوتيل كان محتاج فيه كل مليم. تهيألي جه الوقت ان احنا نشتغل مع بعض. هو الاجتماع ده الساعه كام؟ فرح. نعم. انا مش حامل. بجد؟ وانا اسفه، انا ما كانش قصدي اتعصب عليكي امبارح. انا اللي اسفه حبيبي، أنا اللي أسفة للي أنت مضطرة تواجهيه بسببي. موضوع الحمل ده كان هيعقد لك حياتك. أنا فعلا بني آدم خبية. إيه يا دلال، خلاص ما حصلش حاجة. أنت هتعيطي ولا إيه؟ ما حبيبتي أنت أحلى حاجة حصلت لي في حياتي. لما بقعد بيني وبين نفسي وأفكر بلاقي إن أنت الحاجة الصح الوحيدة اللي في حياتي. أنا خلفتك وربيتك وكبرتك. خليتك عروسه زي القمر كده، هتتجوز وتسيبني كمان شويه. مش هسيبك ولا حاجه، ما انا معاكي اهو، مش هختفي. بس اكيد مش هتبقي زي الاول، كل حاجه بتتغير. كل حاجه فعلا بتتغير، بس مش شرط للاوحش يا دلال. الوقت بيجري بسرعه قوي يا دلال، وانت كمان لازم تتغيري وتغيري حياتك. انت لسه صغيره وموزه جديده. شوفي موضوعك انت وماجد، ادوا لنفسكوا فرصه ووقت نشوف علاقتكم هتاخد كل فين. الله أكبر عليك يا حبيبتي، عندك إجابة لكل حاجة. أنا مش عارف أنت جايبة الذكاء ده منين. ده مش حقيقي يا دلال، أنا لو عندي إجابة لكل حاجة كان زماني رديت على شادي في موضوع الجواز. فالروحة أنت لو جاهزة كنت هتوافقي يا حبيبتي. بس يا ماما أنا فعلا بحبه وعايزة أتجوزه وحاسة إن أنا جاهزة. فرح، أنا عارفاكي كويس، أنت لو كنت جاهزة كنت هتوافقي. أنا طول اليوم النهاردة بفتكر يوم ما جبتيلي ميزانية طارق. فرحة، ممكن تجيبيلي موبايلي بيرن؟ طب ما تتعودش على كده بس. خليكي سلسة شوية يا فرحة، عادي. يلا حبيبي، مش محتاجة عزومة. فصل. خلاص ولا يهمك، تعالي بقى. يوميها يا حبيبتي كان من أكتر الأيام اللي شفتك فيها مبسوطة.
قلبك كان منور من الفرحة وكنتي واثقة من اللي انت عايزاه، بالرغم ان انت عارفة ان لسه قدامكوا سنتين عقبال ما تتجوزوا. ايوة يا ماما، بس طارق حاجة وشادي حاجة تانية خالص، وانا فعلا فرح. انت عارفة امتى بتبقي واثقة من اللي انت عايزاه. اوكي، كان غلط جدا ان انا اعمل لك تيست. انا بس يمكن كنت خايفة اقول لك الاجابة اللي حاسة انها صح. وهي ايه الاجابة اللي انت حاسة انها صح يا مرحبا؟ احنا مش هينفع نتجوز دلوقتي. الوقت اللي فات شادي يمكن انت تشوفه وقت طويل، انا شايفاه وقت قصير جدا جدا الحقيقه. انا بحبك وعايزه نتجوز، بس نتجوز دلوقتي لسه شويه. بس انت مش ملاحظه ان انا في موقف غريب شويه؟ يعني في حاجه بتضحك. يعني فرح، انا بحاول اقنعك ان احنا نتجوز واحنا اصلا متجوزين. انا عارفه، بس في خطه يا شادي. معلش. ماشي، اللي رايحك. ايه، في حاجة؟ اصلا انا كنت ظابطة المنبه رنا لما سمر مراد تخلص المساج بتاعها، بحيث تبقى رايقة ومزاجها كويس اديها القصة بتاعتي تقراها. تخطيط فظيع. طب يلا روح، يلا. لا مش حالا، لما نخلص كلامنا هروح لها. احنا خلصنا كلام، خلاص يلا انطلقي. يا شادي انت مش زعلان؟ لا مش زعلان. ايوه كده يا فرح، ركزي في مشوارك الإبداعي. جواز إيه بس وبتاع إيه يا شيخ؟ أيوة ادخلي، يلا يا أديبة المستقبل. برافو، في الميعاد مظبوط. كنت متخيلة أن أنا لما أجل الساشن ساعة تجيلي بعد ساعتين. هو مش انت فرح اللي كنت في حفله التوقيع؟ ايوه بالظبط. كانت حاجه محرجه قوي. موز غني سغابي صح؟ هو الحقيقه لا 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 لا، ما تقوليش ان انت جايبه حاجه وعايزاني اقراها. انا كنت بفكر بس لو عايزاني اقراها. اه بصراحه يا ريت. نشوف هتعملي ايه في المساج الاول وبعدين نشوف الموضوع ده. مساج؟ يلا يلا. أستاذة سمر، أنا بس عايزة أوضح لحضرتك حاجة. بلاش رغي. ما هو أنا مش أنا خالص البت. أوكي، حضرتك تسترخي خالص. يلا. بس معانا جداً.